التغيير. هذه أبرز العناوين. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وفي سياق الجهود التضامنية الرامية إلى تعزيز مخزون الدم، عناصر القوات المساعدة شطر شمال بالرباط تعبأت في مبادرة تضامنية إنسانية للتبرع. معرض لوجيس ميد للنقل واللوجستيك في نسخته 9 يشهد حضور ما يقارب 100 عارض من داخل المغرب ودول أخرى لتبادل التجارب والخبرات خصوصا في مجال الرقمنة. لحصص الدعم المدرسي الموجه لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإجهادية دور كبير في عملية المراجعة وتخطي الصعوبات التي قد تواجههم يوم الامتحان. نموذج النشرة من إحدى المؤسسات التعليمية بوزان. السلام عليكم. اليوم تحتفل بلدان العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وفي سياق الجهود التضامنية الرامية إلى تعزيز مخزون الدم تعبأت عناصر القوات المساعدة شطر الشمال بالرباط في حملة للتبرع بالدم وتجسيد الوعي للانخراط في مثل هذه المبادرات المواطنة والإنسانية. وصال إمغري وعبد الفتاح الزوين. هي مبادرة إنسانية تعبأت من خلالها القوات المساعدة في حملة للتبرع بالدم في تفاعل مع نداء المركز الوطني لتحقن الدم لتعزيز المخزون الوطني، تجسيدا لقيم التكافل والتضامن التي أرصد عائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تنظم المفتشية العامة للقوات المساعدة لشطر الشمال وكعادتها حملة جديدة للتبرع بالدم. ثقافة والتبرع بالدم حاضرة بقوة في صفوف القوات المساعدة وذلك لمساعدة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة للدم. هذه المبادرة تجسد الانخراط الدائم والتطوع والمساعدة. مبادرة تضامنية تسعى إلى الرفع من هذه المادة الحيوية تحت إشراف أطر طبية واجتماعية. كل سنة مفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الشمال كتنظم لنا هذه الحملة لتبرع بالدم من أجل إنقاذ الناس اللي هما أمس الحاجة في هذه المادة الحيوية. هو إذن عمل إنساني نبيل ينم عن علو الحس بثقافة التبرع بالدم ويندرج في إطار تكريس قيم التضامن وتوفير هذه المادة الحيوية لتلبية حاجية المرضى. ونربط الاتصال المباشر بالدكتورة إكرام شهبون طبيبة بالمركز الجهوي لتحقن الدم بالرباط. دكتورة مرحبا، ما هي أهمية هذه المبادرة التضامنية من طرف القوات المساعدة للمساهمة في دعم المخزون الاحتياطي للدم وهي المبادرة التي تتزامن واليوم العالمي للمتبرعين بالدم؟ مرحبا. جاءت هذه البادرة التضامنية للقوات المساعدة تخليدا لليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يتزامن مع 14 يونيو. هذه البادرة هذه جاءت من أجل تعزيز مخزون الدم خاصة في هذه الفترة هذه اللي هي فترة بداية العطلة الصيفية واللي هي كتزامن طبعا 14 يونيو اللي هو بداية العطلة الصيفية. في هذه الفترة هذه كيكون هناك تراجع في عدد المتبرعين ديال بالدم وبالتالي كيأثر على مخزون الدم. لذلك كانت القوات المساعدة هي السباقة في هذه البادرة هذه. الهدف من هذه البادرة هو أن جمع 2200 كيس من الدم. الانطلاقة كانت من المفتشية العامة لتعم فرع الشمال لتعم إن شاء الله الباقي. طيب دكتورة، ما هو الوضع الحالي؟ مشكورة القوات. ما هو الوضع الحالي لمخزون الدم وما هي السبل لتجاوز الخصائص المسجل وترسيخ ثقافة التبرع بالدم؟ الحمد لله منذ انطلاق حملة تبرع بالدم في شهر فبراير اللي كانت انطلاقة ديالها من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
كان هناك تحسن في مخزون الدم بحيث كان من ديك الفترة كان يتم تسجيل وما زال يتم تسجيل تقريبا 1000 كيس على الصعيد الوطني، وهذه النسبة هذه كتتيح لنا أننا نجاوبوا أو لا نجاوبوا على حاجيات من مشتقات الدم. حنا الغرض ديالنا إن شاء الله استمرارية، لأن علما بأن مشتقات الدم عندها واحد مدة صلاحية محددة اللي ما كتسمح لناش اننا نتوقفوا عن جمع اكياس الدم. ان شاء الله انطلاقه غادي تكون ان شاء الله هذه الحمله هذه غادي تكون انطلاقه ديال الحمله اللي غادي تدوز اللي غادي تستمر ان شاء الله 4 أشهر من شهر يونيو الى شهر شتنبر، من اجل عدم الوقوع في الخصاص. قام مركز الوطني لتحقن الدم بوضع استراتيجيه استباقيه. هذه الاستراتيجيه هذه غادي كتشمل من شهر يونيو الى شهر شتنبر، غيتم فيها وضع جدول زمني، غيتم عرضه على المؤسسات الحكوميه ولا غير الحكوميه وعلى الجمعيات من اجل تنظيم حملات للتبرع بالدم، وبالتالي تعزيز مخزون الدم، خاصه وان نحن كنعرفوا في العطله الصيفيه كتكون حركه السير في الطرقات كثيره، وبالتالي الحوادث السير كثيره مما يؤدي الى ارتفاع الحاجيات من مشتقات الدم. دكتورة إكرام شهبون، طبيبة بالمركز الجهوي لتحقن الدم بالرباط، شكرا جزيلا على مساهمتكم معنا. في المحصلة اليومية للحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل إلى حدود يوم أمس 561 إصابة جديدة بكوفيد 19 مقابل تعافي 378 شخصا. وبالنسبة للحملة الوطنية للتلقيح، فقد أعلنت الوزارة أن 6,483,458 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين حين بالجرعة الثانية إلى 23,325,571 شخصا مقابل 24,842,879 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح. في سياق متصل بالحملة الوطنية للتلقيح، تواصل مراكز التلقيح استقبال المواطنين المقبلين على تلقي الجرعات الثلاث وبخاصة الجرعة الثالثة لأهميتها في استكمال عملية التلقيح من أجل حماية المواطنين من تداعيات الفيروس. عبد الحميد جبران وعدنان الهرس. إلى مركز التلقيح الرقمي المندمج باب المريسة بسلا قدمت هاجر لتلقي جرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكوفيد 19. هي مقتنعة بأهمية استكمال عملية التلقيح لتقوية المناعة ضد الفيروس، وكذا لأهمية الجواز الصحي في الحياة اليومية. جيت باش ندير لا تخوازيام دوز، حيت أنا كنسافر على برا، دونك ضروري خصك دير لا تخوازيام دوز. في الإجراءات ديال الوراق وهذا كتكون شوية سهلة، و أو ميم طون خصك دير لا تخوازيام دوز ديالك باش تحمي راسك وتحمي الناس اللي تيدورو بيك. من أجل نفس الغرض قدم هذا الشخص المنحدر من دولة النيبال والمقيم بالمغرب، فمراكز التلقيح مفتوحة أيضا أمام الأجانب. تلقيت الجرعة الأولى بشكل عادي، وكذلك الأمر بالنسبة للجرعة الثانية، وأنا الآن هنا لتلقي الجرعة الثالثة والأخيرة. أرقام الإصابة بكوفيد 19 اتجهت خلال الأيام الأخيرة نحو مزيد من الارتفاع، حيث تم خلال 24 ساعة الأخيرة تسجيل 561 حالة إصابة جديدة، وهو ما يدفع الخبراء إلى التأكيد على أهمية استكمال عملية التلقيح بجرعاتها الثلاث. جيت اليوم باش نلقح، التلقيح مهم الثالثة باش نحمي راسي ونحمي وليداتي. الناس كيتخوفوا من التلقيح، ماشي مشكل تلقيح، التلقيح مهم خصوصا هاد الأيام بدات كتطلع الحالة. قررت باش ندير هاد الجرعة الثالثة والأخيرة، ونحاولوا إن شاء الله نتفادوا من هاد، نغلقوا الأبواب ديال هاد ديال الجائحة ديال الكوفيد إن شاء الله، ونحموا نفوسنا ونحموا الناس اللي حدانا واللي مجاورين معنا، وكنتمنى الناس توعى شوية وتخرج دير هاد التلقيح. إلى حدود اليوم استكمل حوالي 6,500,000 مغربي عملية التلقيح بالجرعات الثلاث، وهي العملية التي لا تزال متواصلة عبر أرجاء التراب الوطني.
على مدى يومين تنظم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع منظمة الصحة العالمية ورشة تحسيسية حول مسألة تعزيز المعطيات المتعلقة بوفيات حوادث السير، ورشة تواكب فيها منظمة الصحة العالمية جميع المتدخلين من أجل تجويد ضبط ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث السير. خديجة زروال والعرب النيري. تدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني يمر بمراحل عديدة، بدءا من معاينة مكان الحادث مرورا بإجراءات الأجهزة الأمنية وصولا إلى مرحلة جمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث السير، ولضبط هذه المعطيات والإحصائيات وملائمتها مع معطيات منظمة الصحة العالمية تنظم هذه الورشة التحسيسية حول تعزيز وتجويد المعطيات المتعلقة بوفيات حوادث السير. دراسة الكيفية تجويد هذه المعطيات باش ترقى إلى المستويات اللي هي يعني مطلوبة، علما أنه في التقارير اللي كتصدرها منظمة الصحة العالمية في بعض الأحيان كتعطينا يعني معطيات اللي تتجاوز المعطيات اللي كنصرحوا بها اللي كنجمعوا حنايا عليه. إذا باش نقلصوا هذاك الفارق اللي كاين ما بين المعطيات المصرح بها رسميا على المستوى الوطني والمعطيات يعني التقديرات اللي كديرها منظمة الصحة العالمية، هذا هو الهدف ديال هذه الورشة هذه. ضبط المعطيات المتعلقة بحوادث السير الجسمية يعد أساسيا باعتبار ذلك مدخلا هاما لإعداد أي استراتيجية وطنية في مجال السلامة الطرقية. Nous accompagnons l'Agence nationale de la sécurité routière ainsi que نواكب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجميع المتدخلين من أجل تحسين عملية جمع المعطيات المتعلقة بحوادث السير ومعالجتها وتقاسم هذه المعطيات حول السلامة الطرقية، وذلك بالنظر لأهمية ذلك في الوقاية والحد من حوادث السير. Sur la prévention et l'action contre les accidents de la route. في هذه الورشة تم طرح مجموعة من التجارب التي واكبتها منظمة الصحة العالمية في مجال ضبط المعطيات المتعلقة بوفيات حوادث السير. حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية من مستوى يقظة برتقالي، تتواصل موجة الحرارة ببلادنا إلى غاية يوم الخميس المقبل بكل من وجدة أنقاد، توريرت، قرسيف، تونت، بني ملال، فقيه بن صالح وطاطا، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و 43 درجة. دوليا، دعا قادة الأمم المتحدة بالأمس الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى عدم فرض قيود على صادرات المواد الغذائية لتفادي مخاطر أزمة غذائية عالمية قد يتسبب فيها الصراع الروسي الأوكراني. زكية بالقص. النزاع في أوكرانيا يزيد مخاطر الجوع والمجاعة على عشرات الملايين من الأشخاص بالعالم والذين بات انعدام الأمن الغذائي يهددهم. هذا ما أفادته الدعوة الأممية الموجهة إلى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بالنظر لدور المنظمة في مواجهة التحديات التي يعيشها العالم. رئيسة المنظمة أكدت على ضرورة التعاون لتوفير الأمن الغذائي وتحسين عيش سكان العالم خاصة في الدول الفقيرة. منظمة الأغذية والزراعة من جانبها أشارت إلى أهمية وجود نظام تجاري مفتوح يضمن عدم إعاقة الصادرات. الآثار المترتبة عن النزاع في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم تستلزم إجراءات مناسبة. هذا النزاع أدى إلى خفض صادرات الأعلاف والأسمدة والوقود والزيادة في أسعار المواد الغذائية. ونشير إلى أن المخاوف من انعدام الأمن الغذائي تزايدت مع محاصرة الموانئ المطلة على البحر الأسود. تحتضن العاصمة الاقتصادية على مدى 3 أيام فعالية النسخة 9 لمعرض لوجيسميد للنقل واللوجستيك، نسخة تشهد حضور ما يقارب 100 عارض من داخل المغرب ودول أخرى يتبادلون التجارب والخبرات خصوصا في مجال الرقمنة ودورها في تطوير القطاع والاستجابة لمتطلبات المهنيين. حسن زكي، زين أيتلامين، أحمد حمري ويوسف مزياني.
بحضور قوي لما يقارب 100 عارض من داخل المغرب وخارجه، شكلت النسخة 9 لمعرض لوجيسميت فرصة فريدة للمهنيين وصناع القرار من أجل الالتقاء وتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع على آخر الابتكارات التي يشهدها القطاع خصوصا الرقمية منها. فرصة مهمة للمهنيين، هذا فضاء للتلاقي وتبادل الخبرات والنقاش. الهدف بناء رؤية جماعية للوجستيك التي نتطلع إليها بالمغرب. هذا الملتقى هو سيكون فرصة للجميع من أجل الوقوف على جميع المبادرات التي يقوم بها جميع الفاعلين وبينهم شبكة وطنية التجارة الخارجية من أجل رقمنة جميع المساطر وجميع العمليات بين المتدخلين والفاعلين في التجارة الخارجية وفي اللوجستيك عامة. كما يمنح المعرض الذي أضحى مرجعا للفاعلين في هذا القطاع في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط فرصة للعارضين لإيجاد حلول وإجابات لاحتياجاتهم على ضوء آخر المستجدات في مجال النقل واللوجستيك. بعد عامين من الجائحة نسعد كثيرا بالمشاركة في هذا المعرض، لدينا أشياء عديدة للتقديم. اليوم أخذنا مسار الرقمنة، سنستفيد كثيرا من عالم مفترض وآخر واقعي. برنامج حافل يقدمه إذن المعرض استجابة لانتظارات ورغبات مهني القطاع فيما يخص الخدمات اللوجستية ومهنها المختلفة والكفاءات التي تتطلبها لتعزيز مكانتها التنافسية، ليبقى المعرض بإمكانياته وتطلعاته محطة مهمة تكرس الدينامية التي يعرفها قطاع اللوجستيك بالمغرب. إذن معنا مباشرة السيد علي برادة مدير معرض لوجيسميد للنقل واللوجيستيك. سيدي مرحبا. من خلال شعار نسخة هذه السنة الرقمنة، تطور بسيط أم ثورة ضرورية؟ إلى أي حد ستساهم الرقمنة في تطوير قطاع النقل واللوجيستيك بالمغرب؟ سيد رشيد الطهر مرحبا. سيد رشيد طالب مرحبا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا سيدي. إذن قلت من خلال شعار نسخة هذه السنة، إلى أي حد ستساهم الرقمنة في تطوير قطاع النقل واللوجستيك بالمغرب؟ فعلا شكرا على الاستضافة وعلى هذا السؤال، لأنه هو سؤال مهم بالنسبة لنا احنا، لأن الشعار ديالنا في إطار هذا المعرض هو الرقمنة، لأنه الرقمنة برنهات ورتنا بأن هناك المسار ديال التجارات كما كانت سواء داخلية أو خارجية تتحتم علينا أنه يكون واحد تبسيط المساطر، ولذلك فتنقلوا بأنهم بعد الجائحة، فعلا قبل الجائحة كانت الرقمنة اختيارية، اليوم أصبحت الرقمنة يعني حتمية، لأنه الرقمنة لاحظنا بأنه من ناحية من في إطار الجائحة النقل واللوجستيك كان خصهم يواجهوا هذه الجائحة وخصهم يوصلوا السلع للزبون، فبدون يعني من بتقليص وتقليل من 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 ال من من العلاقات مع الزبناء، فالرقمنة جات ولات حتمية بأن لأنه برهنات على أنه من غير الرقمنة ما يمكنش واحد الاقتصاد يزيد القدام، لأنه في إطار الرقمنة، لأن الرقمنة هي عامة، ولكن في داخل الرقمنة تكون هناك تبسيط المساطر، تكون عدم تدخل أو التدخل اللي تكون عبر الكمبيوتر، فهو بالنسبة لنا احنا، فلذلك جعلنا شعار ديالنا، لأنه من غير الرقمنة كان يمكن في الإطار الجائحة كان يمكن السلع ما توصلش للزبناء اللي كاينين، وكذلك بالنسبة للخارج، بالنسبة
التجارة الخارجية هي مهمة بزاف، لأنه أولا تتعطينا واحد الاستثمارات خارجية اللي تتجي وتتشجع تجي، لأنه من خلال الرقمنة كما قلت من قبل تتكون واحد تبسيط المساطير، ومغير التحركات بلا ما يكون واحد التحركات في. طيب إذا سمحت سيد رشيد، كيف يمكن الإدارة أو إلى الشركات كيف يمكن للمعرض أن يجيب على انتظارات مهني قطاع النقل واللوجيستيك على ضوء المستجدات التي يقدمها؟ في إطار هذا المعرض غادي تكون ندوات، خصوصا هذا العام غتكون ندوات تقنية. علاش؟ لأنه باش المستجدات اللي كاينة خصوصا في إطار الرقمنة غادي تسمح للناس العارضين أو الزوار باش يعرفوا التطورات اللي كاينة في الدول، خصوصا كحنا بالنسبة لنا كاين واحد التطور جديد في إطار الرقمنة، في اطار سكون ابل لا تكنولوجي امباكي بالنسبه للشاحنات. تكون عندهم واحد التكنولوجيا داخل الشاحنات باش تعلم الزبون، باش تعرف ما شنو واقع مثلا في الطريق، عندها بزاف الامور. وهذا حنا هذا المعرض هذا تسمح لنا باش نعطيو كاع المستجدات اللي كاينه في هذا الاطار، وخصوصا الرقمنه عندها كذلك واحد الامتيازات، لانه غادي تعطي واحد الصوره اي اقتصاد، خصوصا الاقتصاد المغربي اللي غادي في واحد التطور كبير، باش تخلي هذوك الزبناء يعرفوا عندهم واحد الفكره على السلع ديالهم، على فوقاش غادي توصل لهم، على الطبيعه ديال السلع اللي جايه، على الامور كثيره بالنسبه للزبناء. سيد رشيد الطاهر الكاتب العام للجامعه الملكيه المغربيه للنقل واللوجيستيك، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات. تتواصل حصص الدعم المدرسي داخل قاعات المطالعة بالثانوية التأهيلية عين بيضاء بوزان لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإجهادية الرسمية التي ستنطلق غدا بالنسبة للسنة أولى بكالوريا، عملية مراجعة وتثبيت جماعية لها أهمية كبرى لدى الفئة المستهدفة. عبد العلي قنوني وفنا شاكر العلوي ويوسف مزياني. هي مراجعة جماعية داخل فضاء قاعة المطالعة بالثانوية التأهيلية عين بيضاء بوزان لتثبيت الحفظ والتأكد من استعداد التلاميذ للامتحانات الإجهادية الخاصة بمستوي الأولى والثانية بكالوريا برسم سنة 2022. مراجعة داخل فضاء المؤسسة التعليمية يؤكد التلاميذ على أهميتها البالغة في استدراكهم لبعض النواقص، خصوصا بوجود أساتذة يسهرون على مواكبتهم في عملية الدعم المدرسي. نحن الآن بصدد القيام بمراجعة جماعية كمراجعة أخيرة استعدادا للامتحان الجهوي، شملت جميع المواد، يعني اللغة الفرنسية والتربية الإسلامية واللغة العربية كذلك والاجتماعيات. قدرنا أن نواكبوا الدروس ديالنا في أحسن الأحوال، قدرنا أن نحصلوا واحد المنتوج دراسي ما زرعناه في العام كل حصدنا في آخر السنة، ولله الحمد استطعنا أن نواكبوا، يعني نحاولوا نتقدموا في الدروس أحسن. نفضل أنني نقرأ الداخل في المكتبات، حيت كيكونوا موفرين بزاف ديال الكتب، وعاد فاش كيكونوا مع تلاميذ آخرين ونقدر حتى نلقاو أستاذ اللي يكون مرشد لينا، باش أنه مثلا لو كنا ما عارفين شي حاجة ولا هادي يزيد لنا، وكيكونوا التلاميذ الآخرين كل واحد عنده فكرة باش أننا نتشاركوا الآراء ديالنا، كل واحد كيعطي فكرة وكل واحد كيكمل الآخر. الدعم المدرسي داخل فضاء المؤسسة التعليمية وبالمكتبات المدرسية التي تتوفر بها مراجع متخصصة يعد وسيلة نموذجية لتدليل الصعوبات التي يمكن أن يواجهها التلاميذ أثناء عملية الاستعداد للامتحانات، ويشكل فرصة لتجاوز التعثرات الممكنة بهدف اجتياز هذه المحطة المهمة في حياة المتمدرسين بنجاح. الحمد لله كنشوفوا ان التجربه وحنا مشارف، احنا على مشارف النهايه ديالها، كنشوفوا انها تجربه ناجحه واننا قدرنا نحققوا بها الاهداف اللي سطرناها في بدايه السنه مع البرنامج السنوي ديالنا ديال الدعم ومع الخطه ديال الدعم اللي رصتها المديريه الاقليميه ديال وزان. حاليا كنقولوا ان تلامذتنا ان شاء الله هما مقبلين على الامتحانات، اتموا يعني الدروس ديالهم وحاولنا اننا نغطيو التعثرات ديالهم، وهذا الشيء كله في سبيل انجاء تحقيق موسم دراسي ناجح والرفع من مؤشرات النجاح داخل المؤسسه الثانويه.
غدا تنطلق إذن استحقاقات تلاميذ المستوى أولى بكالوريا، وهذه آخر مراجعة جماعية للمواد التي سيجتازون فيها الامتحان الذي سهر على الاستعداد له بدعم من الأطر التربوية التي تساهم في دعمهم للرفع من نسبة النجاح وضمان مرور الامتحان في أحسن الظروف. ومن وزان تنضم إلينا مباشرة السيدة خديجة بن عبد السلام المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بوزان. سيدتي مرحبا، هناك مجهودات كبرى تبذل لدعم التلاميذ لاجتياز الامتحانات الإجهادية، في هذا الإطار ما هي أهم الخطوات التي قمتم بها للرفع من مؤشرة النجاح في صفوف التلاميذ بإقليم وزان؟ نعم، بداية شكرا لكم سيدتي على الاستضافة. بالفعل رهان الجودة والرفع من مؤشرات النجاح المدرسي حاضرة بقوة في جميع مخططات الإصلاح، وفي هذا الإطار فإن عملية الدعم التربوي تحظى بأولوية خاصة، حيث عملت المديرية الإقليمية وزان على مؤسستها بجميع المؤسسات التعليمية من خلال مجموعة من التدابير ومجموعة من الإجراءات. أهم هذه التدابير البرنامج الإقليمي داخلية بيتي، والذي انفتح هذه السنة على تلاميذ الأقسام الخارجية عبر استثمار جميع الفضاءات، فضاءات المكتبات وفضاءات المطالعة، وهو الأمر الذي تتبعتم ووقفتم عليه اليوم في ثانوية التأهيلية عين بيضاء. هذا بالإضافة إلى الدعم التربوي المكثف الذي يسهر على تنزيله جملة من الأستاذات والأساتذة مشكورين، إضافة إلى السادة أطر الإدارة التربوية، دون إغفال الدعم الذي يتم تنزيله في إطار انفتاح المديرية الإقليمية على مختلف الشركاء، خاصة جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ والجمعيات الشريكة، إضافة إلى الدعم المقدم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى جانب البرنامج الحكومي أوراش. طيب والذي يستفيد منه ما يفوق 12000 تلميذ المتمدرسين بالنسبة للسنة أولى بكالوريا بجميع ربوع المملكة، فهل لك أن تقربين من الموارد التي تمت تعبئتها لإنجاح هذا الاستحقاق على مستوى مديرية وزان؟ نعم، بالفعل انطلقت الاستعدادات مبكرا لإنجاح جميع المحطات الإجهادية، وخصوصا منها امتحانات سلك البكالوريا، وذلك عبر تهيئة فضاءات مراكز الامتحان وإطلاق مجموعة من الحملات التحسيسية في صفوف التلميذات والتلاميذ، خاصة الدعم النفسي والإعداد المادي. هذا إضافة إلى تنبيه جميع المتعلمات والمتعلمين حول عواقب الغش استنادا إلى المساطر ودليل المساطر الجاري به العمل. إضافة إلى ذلك تم تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية مع كافة المتدخلين في الامتحانات. هذا بالنسبة لمديرية وزان، اجتاز سنة أولى بكالوريا أحرار ما مجموعه 1695 مترشح ومترشحة، وابتداء من يوم غد إن شاء الله سيجتاز ما مجموعه 4262 تلميذ وتلميذة أولى بكالوريا ممدرسين موزعين بطبيعة الحال على القطبين، القطب العلمي والتقني والمهني، ثم أيضا قطب الأداب والعلوم الإنسانية والأصيل. أما بالنسبة السنة الثانية بكالوريا، سيدة خديجة حد موفق لجميع التلاميذ. سيدة خديجة بن عبد السلام، شكرا، أنت المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بوزان. عاش هنا مشروع يتوخى توثيق الأماكن التي عرفت ولادة أعلام المغرب في السياسة، الفكر، الأدب، الرياضة والعلوم وغيرها، عبر لوحات إرشادية تحمل اسم وملخص حياة هؤلاء. خالد شخمان ومصطفى ودة. عاش هنا فكرة ومشروع يتبنى توثيق الأماكن التي ارتبطت بمشاهير المغرب في مجالات العلم والأدب والفكر والسياسة والرياضة والإعلام وغيرها، عبر لوحات إرشادية تحمل بيانات هؤلاء الأعلام موشومة على المنازل التي عاشوا فيها. هو واحد بونكارت اللي ديال معلمة من المعالم، سوى رياضية سوى فنية، كتدوز من الباب ديال الدار ديالو كتلقى ديك لابلاك كتاتيريك، كتجي كتقرا السميه ديال لا بيرسون، لا ما عرفتيش كتجي الكود بار ديالها وكتسكانيها كيعطيك المعلومات بالعربيه فرنسيه انجليزيه.
رمزية الباب والدار، ثنائية عميقة المعنى، حيث عاش هذا المبدع وذاك العلم وأين نهل خطوة الإبداع والنبوغ الأولى. اللوحة الإرشادية تحيل على معلومات وافية عن سير حياتهم وإنجازاتهم وأخرى، أوفى في موقع إلكتروني عبر تقنية الرد السريع الكيو آر كود. عملنا السير ديالنا وعملنا بزاف د الحوايج ديال سبور مغربي حقيقي. فهمتي؟ من الأول كانوا اليهود، كانوا المسلمين، كانوا النصارى، كان كل شيء، كان تحت وكل شيء يد واحد. لذلك جات الفكرة الجمعية باش تنوض تعمل في هذا المجال، وغادي تعطي واحد، غتكون واحد البوابة اللي غادي أي واحد بغى يعرف شخصية من الشخصيات المغربية في جميع المجالات يوطى على الزر وغادي يخرجوا المعلومات الكافية. من أجل توثيق الذاكرة الحضارية لأعلام المغرب جاءت الفكرة التي تبنتها جمعية قدماء نجوم الملاكمة المغربية، التي تتوقع دعما والتفافا أكبر لهذا المشروع من مختلف المؤسسات الوطنية. في أول مشاركة له بالطوافات الإفريقية بعد الجائحة، نجح المنتخب الوطني المغربي للدراجات الهوائية في إحراز 4 مراحل من طواف الكاميرون في نسخته 18، والفوز أيضا بعدة قمصان رغم المنافسة القوية. المنتخب حل صباح اليوم بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء. أمين هنوي وأحمد حمري. عودة الفريق الوطني للدراجات الهوائية إلى أرض الوطن بعد تحقيق نتائج جيدة بنسخة 18 لطواف الكاميرون، الفريق الوطني بقيادة عبد العاطي سعدون تمكن من الظفر ب4 مراحل بالطواف وإحراز القميص الخاص بمجموع النقاط، وأيضا القميص الخاص بمسابقة تسلق الجبال. سطرنا واحد البرنامجات سنة يعني فيه طواف، فيه مشاركات مكثفة، من بينها طواف الكاميرون اللي هو كان بمثابة بالنسبة لنا آخر استعدادات قبل المشاركة ديالنا في الألعاب البحرية أبد المتوسط اللي غتكون في وهران إن شاء الله. جميع الأصدقاء، أنت الفريق الوطني اللي حققوا ألقاب ومن ضمنهم الآن، والحمد لله حققنا الفوز باش نجيبوا جوج تونيات للبلد ديالنا اللي شرفنا التشريف الجميل. والحمد لله دابا غادي في استمرار الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي عندنا هو الهدف ديالنا إن شاء الله. العناصر الوطنية تألقت بطواف الكاميرون رغم مشاركة أفضل المنتخبات الإفريقية، بالإضافة إلى الفريق الفرنسي قبل المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الدراري كانوا في المستوى وكان الفرق في المستوى الحمد لله، وتمكننا من الفوز، تمكنت من الفوز من إطابس بمساعدة الفريق الوطني ليلي، والحمد لله. وكنشكر الناس الجميع اللي ساعدونا باش نمشيو لهاد الطواف هذا اللي هو طواف كبير. تمكنات الجامعه باش تهيئ بعض الابطال اللي شاركوا في طواف الكاميرون مؤخرا باش يمكننا نرجعوا للهيبه اللي كانت عند الفريق الوطني في السباقات في السنوات الماضيه. مسابقي المغاربه بذلوا واحد المجهودات كبيره باش حصلوا على 4 الميداليات، 4 المراحل، حصلوا على قميص الاخضر ديال النقاط، القميص ديال تسلق الجبال. عودة موفقة إذن للمنتخب الوطني للدراجات الهوائية بالطوافات الإفريقية بعد توقف دام لأزيد من 2 بسبب ظروف الجائحة، واستقبال حافل الأبطال بمطار محمد الخامس. انتصار ثاني على التوالي يحققه المنتخب الوطني لكرة القدم في إطار الجولة الثانية من الإقصائيات المؤهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكوت ديفوار السنة القادمة. فبعد الانتصار على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف واحد، تفوق المنتخب الوطني مساء أمس على المنتخب الليبيري بهدفين نظيفين. محمد بن تركة. لا لون يعلو بمدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء عن اللون الأحمر، رغم أن منتخب ليبيريا هو من يستقبل بالميدان. الناخب الوطني السيد خليل وزيتش دخل بخطة 4-4-2 وببعض المتغيرات في التشكيل عن آخر مباراة، ورغم نسبة امتلاك الكرة لصالح العناصر الوطنية الشوط الأول انتهى كما بدأ وبالأصفار. ومع مطلع المشهد الثاني، أمين حارث يحصل على ضربة جزاء
أقرها حكم اللقاء وانبر لها بنجاحنا اللاعب فيصل فجر. هدف حرر لاعبي النخبة الوطنية. مباشرة يوسف النصيري ينسل ويتلقى تمريرة دقيقة ويسكن الكرة في الشباك، والهدف الثاني للمنتخب الوطني. بهذا الفوز المنتخب الوطني وبست نقاط يعبد الطريق نحو محطة الكوت ديفوار 2023. مشاهدينا، نهاية أخبار الظهيرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم وفي سياق الجهود التضامنية الرامية إلى تعزيز مخزون الدم، عناصر القوات المساعدة شطر الشمال بالرباط تعبأت في مبادرة تضامنية إنسانية للتبرع. معرض لوجيس ميد للنقل واللوجيستيك في نسخته التاسعة يشهد حضور ما يقارب 100 عارض من داخل المغرب ودول أخرى لتبادل التجارب والخبرات خصوصا في مجال الرقمنة. لحصص الدعم المدرسي الموجه لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الإجهادية دور كبير في عملية المراجعة وتخطي الصعوبات التي قد تواجههم يوم الامتحان. نموذج النشرة كان من إحدى المؤسسات التعليمية بوزان. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.